حضراتكم طيبين. السادة الدكتور علي جمعة، فضيلة الدكتور علي جمعة، السادة أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تيسير العمرة والحج، برحب بحضراتكم جميعا، زملائي مديرين المديريات ورؤساء الجمعيات، برحب بحضراتكم جميعا في وزارة التضامن الاجتماعي. كل سنة حضراتكم طيبين. احنا بنحتفل النهاردة بيوم عزيز على قلوبنا جميعا، وهو قرعة الحج السنوية. قرعة الحج السنوية اللي بتختار 12,000 حاج من ضمن 40,000 حاج تقدموا للفوز بفرصة لأداء هذه الفريضة الغالية علينا جميعا. السنة دي مصر استعادت نسبة 20% من الفيزات التأشيرات اللي بتقدمها المملكة العربية السعودية نظراً للانتهاء من معظم أعمال التوسعة في الحرم، وبالتالي العام الماضي كنا بنقدم 10,000 تأشيرة بنديرها من خلال مؤسسة الحج. السنة دي بنقدم 12,000 تأشيرة من خلال مؤسسة تيسير الحج والعمرة. هذه المؤسسة هي مؤسسة أهلية مصرية مركزية تدير حج الجمعيات الأهلية بشكل مركزي غير هادف للربح. هذه المؤسسة نجحت زي ما الدكتور علي جمعة تفضل وقال بإدارة الحج والعمرة بنجاح في الأعوام الماضية، وهذه المؤسسة الحقيقة بتشرف بأنها مؤسسة أسلوب عملها وخبراتها أكسبتها سمعة طيبة جدا. فالحمد لله عهد إلينا مش بس تنظيم حج الجمعيات، ولكن تنظيم حج عدد من الوزارات وتنظيم حج البعثة الرسمية للحج بمجلس الوزراء. بنتعلم وبنستفيد من تجربة كل عام، بنعمل مجموعة من الاجتماعات وورش العمل لمراجعة نقاط الضعف والأخطاء اللي بنقع فيها حتى نتلافاها في العام التالي. زي ما حضراتكم سمعتم من رئيس ومدير المؤسسة زميلي الأستاذ أيمن بحسابات الورقة والقلم والمكسب والخسارة، هذه المؤسسة التي لا تهدف للربح بسبب زيادة في سعر الريال وزيادة في تكلفة الإقامة في الفنادق، كان مفروض انه تكلفة بعثة الحج ترتفع بنسبة 110%، وهي ما الحقيقة ما حدث لسعر الريال. ولكن احنا اتخذنا مجموعة اجراءات في المؤسسة، هذه الاجراءات من شأنها كانت بتستهدف تخفيض التكلفة حتى نظل اقل من كل الرحلات التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية. والحقيقة اشتغلنا على عدة محاور. أول محور إن احنا خفضنا عدد البعثة الرسمية اللي طالعة من وزارة التضامن الاجتماعي، وده مهم جدا. احنا ابتدينا بإن احنا خفضنا البعثة اللي هي كانت معتاد سنوية إنها تكون 80 فرد، خفضناها ل 35 فرد فقط حتى لا نحمل الحجاج تكلفة أعضاء بعثة إشرافية. حاجة تانية، احنا عندنا وعاظ كانوا بيصلوا الى 20 واعظ، خفضنا عدد الواعظين الى 10 بدل 20 رغم زيادة عدد التأشيرات مع حسن انتقائهم بالحقيقة كفاءة من وزارة الأوقاف. الحاجة الثالثة، ان احنا تعاقداتنا مع الفنادق قمنا بها منذ الموسم الماضي وقبل يعني ترك حتى المملكة العربية السعودية في العام الماضي كنا متفقين على تعاقداتنا الخاصة بالفنادق. الغينا السنة دي التأشيرات لرؤساء الإشرافية لرؤساء البعثات، كان بيبقى فيه رئيس بعثة للمحافظة ومشرف، فخلينا الاثنين واحد عشان نقلل عدد المشرفين اللي بيحملوا على الحاج. هذا العام مع وزارة الصحة أن تكون هناك عيادات موجودة في كل أماكن إقامة الحجاج، في تنسيق مع وزارة الأوقاف للوعاظ وللخدمات الإرشادية الدينية، في تنسيق مع وزارة الداخلية، في تنسيق مع شركة مصر للطيران، أخذنا منها أسعار أيضا تفضيلية. فالحقيقة إحنا بنشتغل من دلوقتي وبدون كلل، مجموعة عمل بتقدم لها بالشكر على عملها طول العام، وبتقدم لها بالشكر على عملها مقدما في الفترة القادمة للإعداد إن شاء الله لموسم حج ناجح. وزي ما فضيلة الدكتور علي جمعة قال لنا، يعني أهم ما في هذه الفريضة هي إن إحنا يعني نتزود فيها بالفضائل ونرجع بشحنة إيجابية وبشحنة يعني
تساعدنا على ان احنا نكون افضل ونعمل بشكل افضل ويعني في طاعه الخالق وفي تعمير الارض. فانا بقول لحضراتكم كل سنه وحضراتكم طيبين واحنا سعداء بهذه المناسبه.